بالخير وأحييكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نوز وعلى الهواء مباشرة كالمعتاد، نأخذكم للتعرف على آخر المستجدات الرياضية التي نضعها دائما أمامكم أولا بأول. بإمكان جميع مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء متابعة الحلقة الآن على الهواء عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بقناة الشرقية. إذن نبدأ جولة هذا اليوم من أهم العناوين. في إطار سعيهما لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، الاتحادين الإماراتي واللبناني لكرة القدم يعلنان رغبتهما اللعب على الملاعب العراقية وخوض مباريات ودية بعد موافقة الفيفا. وفد وزارة الشباب والرياضة يصل كردستان للاطلاع على ملاعب أربيل والكشف عنها قبل زيارة اللجان التفتيشية لملاعب العراق في طريق رفع الحظر عن الملاعب العراقية. والشوط الثالث في حلقة اليوم يستذكر مكتشف المواهب وصانع النجوم المدرب الراحل حبيب العلاق في حفل تأبيني بحضور نجوم الكرة العراقية السابقين. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادة المشاهدين، ونبدأ من الموافقات العربية الشقيقة التي بدأت تصل إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم الموافقات الرسمية، إذ أعلن اتحاد الكرة هذا اليوم عن وصول الموافقات الرسمية للاتحادين الشقيقين اللبناني والإماراتي. إذ تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم الموافقات الرسمية للاتحادين الشقيقين اللبناني والإماراتي بكرة القدم عن موافقتهما الرسمية على إرسال منتخباتها إلى العراق وخوض مباريات ودية بعد موافقة الاتحاد الدولي فيفا بالسماح لهم في إقامة المباريات على الملاعب العراقية. ونشر موقع اتحاد الكرة لكرة القدم كتابين رسميين، تلقى الشوط الثالث نسخة منهما يتضمن موافقات رسمية على إرسال منتخبات لبنان والإمارات بكرة القدم لخوض مباريات ودية مع العراق، فيما لو وافق الاتحاد الدولي فيفا على السماح لهما باللعب في العراق. وكانت اتحادات الأردن وسوريا وفلسطين قد أعلنت الموافقة الرسمية على اللعب في العراق بعد موافقة الفيفا على إقامة مباريات ودية في العراق. مواقف رائعة من الأشقاء في الأردن، في سوريا، في لبنان، في الإمارات، فلسطين، كل الأشقاء اللي أبدوا رغبتهم اللعب في العراق، هذه مواقف تدعيمية إلى العراق، احنا نشكرهم ونقدرهم، ومو غريب على إخوتنا أن يدعموا ملف العراق القانوني برفع الحظر عن ملاعبنا، وأضعف الإيمان يكون رفع جزئي لملاعبنا، لأنه بإذن الله تعالى ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، ملاعبنا في المدينة الرياضية في كربلاء، في كردستان العراق جاهزة لاحتضان جميع المباريات بإذن الله، متوفر عندنا الأمن، الأمان، البنى التحتية، الفنادق، المطارات. إحنا في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز راح نأخذكم تباعا في حلقاتنا لنتجول في شوارع أربيل وكردستان الحبيبة، في شوارع البصرة الغالية وشوارعها وبناها التحتية وفنادقها، وأيضا في كربلاء الغالية المقدسة اللي راح نكون متواجدين في ملاعبها وفي بناها التحتية وفي فنادقها، لغرض إيصال هذه الصورة الحقيقية إلى الفيفا، إلى اللجان التفتيشية، إلى كل العالم. نحن ننعم بإذن الله وبفضل قواتنا المسلحة وبفضل رجال الأمن الساهرين على حماية وأمن العراق، نتمتع بميزة باستثناء الهفوات اللي تصير هنا وهناك. نعم احنا نعاني من نعاني طبعا، نحارب إرهاب، عندنا رجال أشداء يحاربون الآن في الموصل، وإن شاء الله الموصل ترجع إلى ربوع الوطن من جديد، وما يبقى ولا شبر إلا تحت السيطرة العراقية بإذن الله تعالى وقواتنا المسلحة البطلة، اللي نوجه لها التحية والتقدير. إذن مشاهدين الأحبة، وفد وزارة الشباب والرياضة
العراقية ما زال يتجول في المدن الرياضية وفي المحافظات العزيزة بين البصرة بين كربلاء، إذ وصل وفد وزارة الشباب والرياضة إلى ملاعب كردستان الغالية في شمال العراق الحبيب برئاسة وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان. واطلع وفد وزارة الشباب والرياضة على البنى التحتية لملاعب مدينة أربيل التي أبدت جاهزيتها عن لسان إدارة نادي أربيل ورياضة وشباب كردستان، أعلنت استعدادها لاحتضان جميع المباريات مثل ما احتضنت أربيل وكردستان العراق جميع المباريات الدولية الودية للأندية العراقية للمنتخبات العراقية. وأيضا اطلع وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له برئاسة رئيس اتحاد الكرة أيضا اللي كان مع الوفد على المعوقات التي تواجه ملاعب أربيل وكردستان. هناك بعض النقاط اللي أشارت إليها اللجان التفتيشية فيما مضى بأن تكون متواجدة في ملعب أربيل لغرض احتضان المباريات الودية. هذا الوفد اللي تشاهدون هذه اللقطات الحصرية للشوط الثالث عبر الشرقية نيوز تتجول في أروقة ملاعب أربيل وأيضا البنى التحتية الخاصة اللي أبدت رياضة وشباب كردستان بعض النقاط لغرض تذليلها وبالتالي احتضان جميع الملاعب لغرض المباريات اللي راح يحتضنها بإذن الله العراق قبل زيارة اللجان التفتيشية. طبعا كما عودناكم نكون حاضرين في قلب الحدث، وزير الشباب والرياضة تحدث إلينا بعد أن كنا حاضرين في هذه الجولة اللي قام بها وزير الشباب والرياضة واللي تحدث عن أهم المعوقات اللي تواجه هذه الملاعب، مثل ما كان وفد وزير الشباب أو وزارة الشباب والرياضة العراقية متواجدة في البصرة وكربلاء، وراح نظهر لكم تباعا في حلقاتنا هذه الجولات وأيضا استعداد مدننا الحبيبة لغرض احتضان جميع المباريات. وزير الشباب والرياضة تحدث للشوط الثالث عن زيارته إلى كردستان، نتابع ما قاله. مشاهدينا الأحبة أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. في إطار دعم ملف العراق لرفع الحظر عن ملاعبنا وفي إطار الجولات التفقدية لوزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد الحسين عبطان خلال ملاعب أربيل والبصرة وأيضا ملاعب المدينة الرياضية في كربلاء، اليوم الشوط الثالث وعدسة البرنامج متواجدة مع الجولة التفقدية لوفد وزارة الشباب متمثلة بمعالي وزير الشباب الأستاذ عبد الحسين عبطان الذي يطلع الآن على البنى التحتية لملاعب مدينة كردستان وبالتحديد في ملعب أربيل. نحن الآن متواجدين مع الوزير، الحمد لله على سلامة وصولك وأهلا ومرحبا بك. سلمك أستاذ محمد، شكرا لك ولبرنامجك ولقناة الشرقية، شكرا. معالي الوزير، أين وصلتم في هذه الحملات اللي اليوم أحس أنه العراقيين كلهم يوقفون لملف واحد هو كلنا العراق والحق المشروع لرفع الحظر عن ملاعبنا؟ والله أستاذ محمد إحنا مثل اللي يركض 400 بريد بالمئة الأخيرة بعد يركض والله كذا إن شاء الله. على كل أنا أولا اسمح لي أن أقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الملف، هذا الملف الكبير، هذا الملف اللي أثر بشكل سلبي كبير لا يوصف على الرياضة العراقية. أيضا في حالة رفع الحظر راح يأثر على الجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين سواء في محافظاتنا الثلاث أو بقية المحافظات، أثر على سمعة العراق، على تطور العلوم الرياضية وغيرها.
كان يراد عندنا أو كان مطلوب من عندنا جميعا أن نجمع الأسرة الرياضية والجماهير على توحيد الجهود ودراسة هذا الملف بشكل مكثف. الحمد لله السنوات السابقة يعني من 2003 في الكل يعني عمل على هذا الملف، كحكومات متعاقبة، كاتحادات أولمبية، جماهير، شخصيات رياضية، نجوم، إعلام، الكل ساهم. لكن تدري إرادة لإدامة، وإحنا أيضا أدمنا هذا يعني الحمد لله المشروع وبجهودكم طبعا جميعا، والحمد لله تمكننا من بعد زيارة الفيفا الأخيرة وتقديم التقارير والتعهدات وقرارات مجلس الوزراء وكتاب السيد رئيس الوزراء اللي يتعهد به بدعم الرياضة وغيرها والوضع الأمني وما حققت شبابنا الأبطال في انتصارات أخيرة، وحديثنا الأخذ ورد مع يعني الفيفا. احنا شفنا يعني الحمد لله كانت اوصلنا الى القناعه او وصلت الفيفا الى قناعه انه يعني احنا كان حديثنا تعالوا زوروا العراق، انتم الصوره اللي عندكم شيء واللي عندنا شيء اخر، ما راح نطلب منكم شيء كبير، نقول لكم تعالوا زوروا ملاعبنا، زوروا مدننا، زوروا اهلنا وشوفوا وقيموا على ضوء هذا نقبل. طبعا ما اخفيك هم كان عندهم صوره يعني جيده حديثه، ولذلك هم حددوا هذه المحافظات الثلاث، بعدين كنا احنا محددين كل العراق او خمس محافظات، لكن هم ركزوا وقالوا لا هسه قبلوا بثلاث محافظات اللي هي البصره وكربلاء واربيل، وان شاء الله بعد هذا نشوف شنو يصير. انا حقيقه انا شخصيا يعني قبلنا، وانا شخصيا قلت قابل بهذا الموضوع. لا لا مو بس بعض الشراء اهون، انت تدري استاذ محمد مجرد ان نقيم مباراه دوليه والفيفا تطلع على هذه التفاصيل والامن والطيران والكذا، الصوره هي تتحدث بعد، انت ما يحتاج تبذل جهد. انت لان ارضك الحمد لله مكانك وفنادقك ومستشفيات كلها مستوفيه للشروط، فبدل ما تروح دائما تتحدث خلي الصوره هي تنقل وتتحدث. فلذلك قبلنا بان يعني يصير زياره للمحافظات الثلاث. والشيء الجميل انه احنا مجرد ان طلعنا واستلمنا الشيء الرسمي من الفيفا بدا التسابق ما بين المحافظات الثلاث، حكومات محليه، شباب متطوعين، جماهير، ما ادري شركات، الكل ساهم، خاف يفوتني احد، اتحادات، اتحادات فرعيه لكره قدم، وزاره الشباب والرياضه، والكل اولمبيه، الكل ساهم. وانا اقولها بصراحه يعني من 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 متابعتي الدقيقه للجان وزياراتي لكل ملاعبنا سواء في كربلاء والبصره واربيل، وانا الان يعني بعد دقائق اكون في البصره ان شاء الله بعد ساعات إن شاء الله، ملاعبنا ومدننا ومستشفياتنا ومطاراتنا مستوفية للشروط وأفضل بكثير من بقية دول العالم. تحياتي لكل قناة يعني كل الأخوة في قناة في الشرقية وأيضا في كل القنوات الأخرى، إعلامكم إن شاء الله يبقى مساند، أنت برنامجك دائما هو مساند وداعم لما هو حق. وأنا أبقى أقول إعلامنا أنا كوزير أحب أن دائما يوجه يعني كاميرات على مكان الإخفاق إذا كان في عملنا، وأيضا النقاط الإيجابية لابد حتى نرفع معنويات الجميع والكل يشارك في هذا العمل، وهذا الإنجاز يحسب للعراقيين جميعا. شكرا لزملائنا في مكتب أربيل لأكيد تواجدهم ودعمهم. مدينة أربيل حالها حال كل مدننا العراقية اللي نتمنى لها الأمن والأمان، نتمنى لها الموفقية والنجاح.
راح نكون يوم غدا في البصرة، بعد غد راح نكون في كربلاء، لنطلع الجميع بأننا جاهزين نحن كعراقيين. بصراحة لابد أن أشكر جميع الزملاء الصحفيين الإعلاميين اللي الحقيقة الآن كلهم وحدوا الجهود لغرض تدعيم ملفنا، سواء عبر صفحات الفيسبوك، تواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا. شيء جميل جدا أنه نلاحظ الكل الآن يقف خلف مبدأ كلنا العراق، وأن نترك التجاذبات التقاطعات. عندنا ملاحظات، عندنا نقاط، لكن الآن واجبنا هو تدعيم ملفنا. القضية قضية وطنية، ليست قضية فلان وعلان وحزب ووزير ورئيس وزراء، لا لا، القضية قضية عراق، حق مشروع. لازم نقاتل قتال بشرف لأن نسحب البساط ونقولهم للفيفا تعالوا عدنا أمن، عدنا أمان، عدنا بنى تحتية صرفنا عليه المليارات، ليش ما نلعب؟ هذا الجيل من حقه أن يتابع، يتابع منتخباتنا، يتابع أنديتنا، يتابع نجومه. نظل ندفع فلوس ونظل إحنا نلعب خارج العراق؟ ليش؟ إحنا أفضل من بلدان كثيرة بفضل الله تعالى، بالنعمة اللي إحنا بيها الآن، كربلاء، البصرة، كردستان جاهزة. كنا نتمنى أن بغداد الحبيبة تتكحل بعيون الاحتضان لجميع المباراة، إن شاء الله ملف بغداد جاي. بس خل نستقطع الموافقة وندعم الجهود، إعلام، صحافة، جمهور. خلونا الآن نشتغل ونوصل رسالة، العراقيين لا يختلفوا على حب العراق. ننحي جانباً هذه الملاحظات اللي موجودة في داخلنا، ونتمنى أنه نتوخى حتى موضوع القضية والخبر فبالتأكيد إن شاء الله تتحقق الجهود الحثيثة الخيرة المخلصة لأن نقنع الجميع بأنه قادرين أن نحتضن مبارياتنا على بلدنا. أيضا مشاهدين الأحبة، أجرينا بعض اللقاءات مع عدد من الشخصيات، رئيس اتحاد الكرة، وكيل وزير النفط اللي كان حاضر أيضا من ضمن الجولة التفقدية لوفد وزارة الشباب الرفيع المستوى، وأيضا مدير عام شباب ورياضة كردستان. الكل تحدوا وتحدثوا أنه هناك استعداد كبير لاحتضان مباريات منتخبنا، سواء في كردستان، سواء كان في جنوب العراق، في وسط العراق. العراق واحد وشعب واحد. نتابع ما تفضلوا به لعدد الشوط الثالث. أمس أيضا وصل معالي وزير الشباب والرياضة إلى محافظة أربيل للإطلاع على سير العمل في ملعب فرانسو حريري، والآن موجود في ملعب وتم الإطلاع عليه، وبعض النواقض كان موجودة في ملعب فرانسو حريري سيتم علاجها وزارة الشباب وأيضا اتحاد كرة القدم، لأنه قبل سنوات وفد زار محافظة أربيل وشخص خمس نقاط في ملعب أربيل. أنا كلش متأثر، 36 فوق 30 سنة حضر موجود على العراق، والجمهور العراقي من أكثر الجمهور متعطش لأن يشوف منتخبات يلعبون بأراضيهم، وملاعب مالتنا من أقدم ملاعب المنطقة، واللواعب مالتنا من أحسن لواعب في المنطقة. يعني حرامات، هذا الظلم، يعني فوق 30 سنة هذا الحظر موجود. أتمنى أن جهود مشتركة موجودة بين مؤسسات وبين الإعلام بين جماهير بلكم يرفعون هذا الحظر اللي موجود. استعداداتنا احنا هي شكلنا لجنة من قبل السيد محافظ أربيل بحضور رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس نادي أربيل، وزير الرياضة والشباب في بغداد. احنا كمؤسسات رياضية مهيئين فايل مرتب من جميع النواحي لحين وصول وفد الفيفا، ومتفائلين برفع الحظر عن جميع المدن العراقية، ولكن في هذه الفترة هي المخصصة بصرة وكربلاء وأربيل. نتمنى أن يرفع الحظر عن المحافظات الثلاثة، ولو عن طريق الشوط الثالث أناشد جماهير العراقية أن أربيل محافظة من محافظات العراق، وترحب بجميع المنتخبات العراقية، ترحب بجميع الجماهير العراقية. وأيضا إحنا لو ترفع الحظر عن بصرة رح نحضر المباريات لكي نشجع المنتخبات العراقية، وجماهير أربيل وجماهير كردستان تشجع وتحب المنتخبات العراقية.
إذن كل الموفقية لكل الجهود المخلصة الحثيثة التي تعمل من أجل العراق في كردستان، في جنوب، في وسط العراق، العراق واحد. أتمنى الموفقية والنجاح لرياضة وشباب كردستان، للدكتور شاكر أحمد، إلى إدارة نادي أربيل المتمثلة بالدكتور عبد الله مجيد رئيس إدارة نادي أربيل، وإلى كل أخوتنا وأعزائنا وأحبتنا في كردستان وفي أربيل، لأنه إحنا يوم غد رح نكون بإذن الله في البصرة، وبعد غد رح نكون في كربلاء حتى وصول اللجان التفتيشية. كل برامجنا تعبوية لغرض هذا الموضوع. مشاهدين الأحبة، أيضا زميلنا محمد خلف الإعلامي المعروف أنجز برومو يناشد من خلال أصوات نجوم الكرة العراقية العمالقة بأصواتهم إلى الفيفا، يطالبون برفع الحظر عن الملاعب العراقية. نتابع هذا البرومو القصير اللي وصل للشوط الثالث، ونشكر زميلنا الغالي محمد خلف على هذه المبادرة. أكيد الفيفا عليه أن يرفع الحظر لأنه حق مشروع للعراق. نتابع هذا البرومو. ارفعوا الحظر عن ملاعبنا العراقيه. ويضرب من بعيد وراد عمودي، ممتاز راد، ممتاز راد. فيفا ليفت بان اون ايراكي استاديوم، مقطوعه بالراس وضربه من بعيد العباس، جول اسلم الرجال. ارفعوا الحظر عن ملاعبنا العراقيه. عدنان عدنان الرجال، هدف الفريق. فيفا ليفت بان اون ايراكي. هادي صلاح، الهادي صلاح. الى الفيفا ارفعوا الحظر عن الملاعب العراقيه. هادي يقدر يضربك بالحسن. فيفا ليفت بين اون ايراك. احمد راضي ارفعوا الحظر عن ملاعبنا العراقيه. فيفا ليفت بان اون ايراك. ليفت بان اون ايراك، فيفا ارفع الحظر عن ملاعب العراق. شكرا لزميلنا محمد خلف. اكيد احنا راح نكون البروموات راح تكون متواصله، لانه لازم نوصل صوتنا عبر منبر الشوط الثالث، عبر الشرقيه نيوز، عبر كل برامجنا الرياضية، لأن زملائنا اللي نوجه لهم التحية في كل البرامج الرياضية في كل القنوات ده توصل الصوت وده تشتغل لحب العراق، وأكيد مو غريب على ولدنا. مشاهدين الأحبة، قبل الذهاب إلى ضيفي الكريم ومحور الحلقة، لابد أن نقف عند شخصية الرياضية عملت سنوات طويلة بصمت، خرجت الكثير من نجوم الكرة العراقية، عمل مكتشفا للمواهب، ورفض المنتخبات الوطنية بأسماء إن ذكرناها فوقت البرنامج لن يكفي. الشوط الثالث وعدد من نجوم الكرة العراقية استذكروا رحيل هذا النجم الكبير، المدرب الخلوق السيد حبيب العلاق، هذا المدرب اللي هو حبيب نوري، اللي أنا شخصيا تشرفت أن أكون أحد طلابه عندما بدأت ممارسة كرة القدم، وكثير من نجوم الكرة العراقية تخرجوا على يديه ووصلوا إلى المنتخبات الوطنية. ولابد أن نستذكر أحد رموز الفرق الشعبية في بغداد الحبيبة، هو فريق اتحاد حبيب لما يضمه من لاعبين كبار. زميلنا محمد الخفاجي وعدسة الشوط الثالث استذكرت رحيل هذا المدرب اللي بصراحة كنا نأمل أن يدعم اسم حبيب العلاق حال الرموز الرياضية الكبيرة اللي تركت بصمة واضحة لا يمكن أن تنسى عبر السنوات. نتابع هذا التقرير. من أزقة هذه المنطقة الشعبية خرج الراحل حبيب العلاق عمالقة الكرة العراقية ونجومها اللامعين الذين ما زالوا يدينون له بالفضل في تطوير إمكاناتهم الفنية والوصول بهم إلى أضواء الشهرة. السيد حبيب الله يرحمه كان
مربي قبل أن يكون مدرب كرة، يعني قبل أن يكون مدرب ورئيس فريق اتحاد حبيب، وفريق كسب شهرة يعني مو في بغداد وإنما حتى في المحافظات، لأنه خرج نجوم يعني كثيرة ردة المنتخبات والنوادي العراقية. إحنا نبدأ أسفنا إلى الوزارات، وزارة الشباب واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم اللي هو خرج كثير من اللاعبين، هنا لازم يستذكرونه. إحنا الشخص اللي يقدم خدمة ونقيمه يقيمه الاتحاد، هاي المؤسسات الثلاثة عليها الاهتمام بهذه الشريحة خاصة من الرياضيين القدامى. صانع النجوم ومكتشف المواهب كرس حياته في خدمة الكرة العراقية بالعمل على بناء قاعدة رصينة تعتمد عليها المنتخبات الوطنية آنذاك، إذ كان متخصصا بالعمل مع الفئات العمرية. مربي يعني وكشاف، واحنا اتحاد حبيب تأسس سنة 1965، تأسس كنا صغار السن يعني بالمنطقة 14-15 سنة كنا يعني. بعدين الدعم كان من وجهة المنطقة، مثلا كان ماكم كانية، مثلا سيد حبيب كان قبل يعني بالبداية يلعب نسور الثورة جماعة فريق جبارة بالعورة، وسوالة فريق بالمنطقة يعني هنا، مشينا ويا اتحاد حبيب يعني يروح للمدارس مثلا يجي يسأل عنا تربية صحيحة تربينا. أعتقد سيد حبيب يعجز اللسان عن وصفه بدقائق أو بلحظات. سيد حبيب بدأ كلاعب من فترة من يعني من مبكر اعتزل وصار مدرب، من صار مدرب سوى فريق سيد حبيب. فريق سيد حبيب هسه تروح بأي محافظة تقول لهم أريد ملعب سيد حبيب، العالم تجيبك. لشهرته الطاغية في جميع محافظات العراق لما يضموا، طبعا كانت الفترة الذهبية للفرق الشعبية بصراحة مو الآن. فبدأ سيد حبيب بعدين اتجه إلى نادي الشرطة وصار كشاف ودرب أشبال الشرطة وناشين الشرطة، بس بقى يدرب فئات عمرية يعني صغار وخصوصا الأشبال. سيد حبيب يتصف يعني عنده خصال دقيقة جدا باكتشاف لاعب صغير، يعني يعني من يقول هذا لاعب يعني معناته بالفعل وصاروا لاعبين على مستوى. طبعا أنا أتشرف في يوم ما دربني سيد حبيب. الحديث عن سيد حبيب كبير وعريض وطويل، خدم الرياضة لكن بصراحة لم يستفاد درهم واحد من وراء الرياضة. سيد حبيب ضحى في كل شيء، ضحى في عائلته وأطفاله وأقربائه وأصدقائه في سبيل أظهار كرة القدم وأجيال كرة القدم، يظهر في ليظهرهم لفائدة المستوى الكرة العراقية. إنجازات كثيرة تحققت على يد الراحل حبيب العلاق حتى بات اسما راسخا في قلوب الرياضيين، وما يدل على ذلك الجداريات التي نصبت في أماكن مختلفة من العاصمة بغداد كجزء من رد الدين لهذا الرمز الرياضي. تاريخ ثر وسجل حافل بالإنجازات ركن على رفوف النسيان بفعل الإهمال المتعمد من القائمين على الرياضة العراقية، إلا أن أقرانه وزملائه ما زالوا يستذكرونه باعتزاز خاص لما تركه من أثر بالغ في نفوس الرياضيين بصورة عامة. من بغداد للشوط الثالث محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير. رحمك الله أبا علي، مدربا كبيرا خلوقا، تاريخك سيظل حاضرا في ذاكرة الكرة العراقية ورموزها. مشاهدينا الأحبة، احنا راح نكون مواكبين لكل الرموز الرياضية ليس في كرة القدم في كل المجالات، ولكن في هذه الحلقة سعادة المشاهدين سيكون المحور الأخير في حلقة هذا اليوم عن موضوع الجهود الحثيثة التي تعمل من أجل تهيئة ملاعبنا قبل زيارة اللجان التفتيشية. يسعدني أن ينضم معنا وعلى الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعبر الأقمار الصناعية مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة الزميل العزيز علي العطواني. أخي العزيز علي، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. أهلا بك أستاذ محمد وببرنامج الشوط الثالث وقناة الشرقية نيوز. الله يحفظك، سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا، وإحنا بصراحة البرنامج الآن تعبوي كرس لخدمة جاهزية قضيتنا والدفاع عن حقوقنا هي رفع الحظر عن الملاعب العراقية. يا ريت نتحدث زميلنا العزيز عن الجهود المستمرة والوفد الرسمي المتمثل بوزير الشباب والرياضة وعدد كبير من الشخصيات الرياضية للاطلاع على جاهزية ملاعبنا. يا ريت تضعنا بالصورة زميلنا العزيز. نعم أستاذ محمد، إذا تسمح لي قبل لا أبين طبيعة الزيارة، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لبرنامجكم ولقناتكم ومواكبتكم الحقيقة لهذه الجولة، وأيضا لكل الجهود الرامية إلى
إنجاح المهمة في أن تتزين ملاعب العراق بعودة منتخباتها وأنديتها إلى اللعب على الأرض وأمام الجماهير العراقية. شكرنا الجزيل لكل الإعلام الوطني اللي يساهم مساهمة كبيرة في هذه الحملة. نعم. حقيقة جولة السيد وزير الشباب والرياضة انطلقت من محافظة كربلاء، كانت هنالك جولة تفقدية لأهم المنشآت الرياضية، لأهم المنشآت المصاحبة للمنشآت الرياضية من فنادق ومستشفيات، والاطمئنان على وضعية الطرق المؤدية إلى الملعب وغيرها من التفاصيل. بعدها انتقل إلى محافظة أربيل، حقيقة وجهود كبيرة تبذل من قبل الحكومات المحلية الموجودة في هذه المحافظات سواء كانت في كربلاء أو البصرة أو أربيل، جهد كبير، هنالك دعم كبير من قبل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الدعم الموجود من قبل الإعلام الرياضي والجماهير الرياضية وروابط الأندية حقيقة وجميع الرياضيين والشخصيات المتنوعة حتى في على الذين ليس لهم علاقة بالوسط الرياضي ولكنهم رياضيون، هنالك دعم كبير. بعد انتقل إلى بعد ما طلع على وأنتم عرضتوا في تقريركم طلاع على المنشآت الرياضية في أربيل، انتقل إلى محافظة البصرة، ويوم أمس يعني عاد من محافظة البصرة بعد ما اطمئن على سير العمل الموجود في هذه المحافظة، وإحنا إن شاء الله في أتم الجاهزية لاستقبال وفد الفيفا. نعم زميلنا العزيز، بصراحة قبل أن أدخل في حيثيات بعض الأمور، سمعنا من بعض وسائل الإعلام المقروءة أنه معالي وزير الشباب والرياضة خصص مبلغ 250 مليون دينار إلى ملعب أربيل. السيد الوزير نفى هذا الموضوع وقال الزيارة هي تفقدية ووضع النقاط على الحروف في بعض الأمور. يا ريت تطلعنا يعني أكو هيك شيء صار؟ هل هناك مبالغ خصصت من قبل الوزارة؟ هل هناك مبالغ خصصت للملاعب يعني الأخرى؟ الشديد. نعم نعم خلينا بالصورة أستاذ علي. نعم للأسف الشديد يعني احنا مع كل تقديرنا وحبنا لكل وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية ودورها الكبير في هذه الحملة اللي هي حملة وطنية، ومثل ما أشرت بحديثك الكريم في بداية البرنامج أنه هي لا تختص بجهة ولا هي يعني مهمة وزارة الشباب وحدها ولا الاتحاد وحده ولا الأولمبية ولا حتى، هي مهمة الجميع ومخرجاتها للجماهير العراقية. صدور مثل هكذا تصريحات أو هكذا منشورات هدفها إرباك الوضع العام والتأثير على يعني استدرار عواطف بعض الذين يقلقهم مثل هكذا أمور أو يثيرهم مثل هكذا أمور. ليس غريبا أن تتبرع وزارة الشباب والرياضة لأي منشأ رياضي داخل أرض الوطن، ولكن الخبر كان عار عن الصحة وكان هدفه للأسف الشديد ونقولها بصراحة كان هدفه سلبي وكان هدفه التشويش على الوضع العام الموجود الوضع الإيجابي الموجود الآن في البلد. طيب احنا الآن راح نتحدث بزيارة وفد وزارة الشباب والرياضة إلى ملعب أربيل وكردستان، لأنه بصراحة اليوم احنا نتحدث عن هذه الزيارة، وحلقتنا يوم غد بإذن الله راح تكون عن زيارته إلى البصرة وكربلاء وأهم الأمور، ولكن دعني الآن سيد رئيس اتحاد الكرة فيما مضى لجنة تفتيشية حددت أن هناك 5 نقاط على ملعب أربيل وإدارته وحكومة الإقليم أن تتجاوزها، اللي هي موضوع الدخول والإنسيابية وبعض الأمور ومقصورة الصحفيين اللي أشارت إلى هذه اللجان. هل تم التنسيق أستاذ علي من قبل وفد وزارة الشباب والرياضة ورياضة وشباب كردستان لغرض، احنا كنا نعرف انه حكومة الاقليم تعاني من ازمة مالية، العراق يعاني من ازمة مالية، ولكن الان الزيارة على الابواب، وبالتالي علينا ان نظهر الجميع بانه ملاعبنا جاهزة، فيا ريت تخلينا في قلب الحديث استاذ علي. حقيقة هناك يعني تنسيق كبير مع الأخوة في أقليم كردستان من أجل استكمال كل النواقص الموجودة في ملعب فرانسو حريري في أربيل، وبتعاون كبير من سيد محافظ أربيل وأيضا من الكابتن عبد الله رئيس نادي رئيس الهيئة الإدارية الدكتور عبد الله رئيس الهيئة الإدارية نادي أربيل. نعم. وكذلك جميع المعنيين هنالك يعني دائرة شباب الرياضة اللجنة الأولمبية في أقليم كردستان. الجميع حقيقة يسخرون جهودهم من أجل أن يستكملون كل هذه الملاحظات، وإن شاء الله الملعب يكون جاهز حين وصول وفد اللجنة،
وتستكمل كل هذه الملاحظات اللي هي ليست ملاحظات بالصعبة، وإن شاء الله تستكمل في القريب العاجل. نعم أستاذ علي، ما هي الانطباعات التي خرج بها وفد وزارة الشباب والرياضة خلال زيارته إلى ملاعب أربيل وكردستان العراق؟ بالتأكيد لازم أكو بيان رسمي بعد كل زيارة لوفد وزارة الشباب إلى الملاعب الخاضعة إلى تفتيش لجان الفيفا. نعم، حقيقة وفد وزارة الشباب والرياضة اللي زار أبدى ارتياحه لما وجده. نعم هنالك بعض الملاحظات اللي تداول بها الوفد مع المعنيين والقائمين على الرياضة في أقليم كردستان، وإن شاء الله هذه الأمور سيتم الأخذ بها، أخذ الملاحظات وتلافي بعض الأمور اللي موجودة. إن شاء الله ما ترقى إلى أن تكون سلبيات، ولكن هي ملاحظات بسيطة قد تكون يعني وفق المعايير التي يعني وزارة الشباب والرياضة حصلت على نسخ من المعايير المطلوبة في تواجدها في الملاعب، وأعطيت للأخوة هنالك في أقليم كردستان، وإن شاء الله تكون الأمور كلها جاهزة وفي أتم الجاهزية. نعم، كإعلام وزارة شباب ورياضة، ما الذي هيئه لغرض استقبال اللجان التفتيشية التابعة للفيفا؟ الكل يعرف زميلي العزيز أستاذ علي أنه الإعلام يلعب دور، ويمكن وزير الشباب والرياضة ناشد عبر الشوط الثالث جميع الإعلاميين والصحفيين إلى أن يظهروا متماسكين متحابين وأن ينقلوا الواقع الإيجابي لملاعبنا. وهي حقيقة أنه إحنا فعلا لله الحمد بفضل قواتنا المسلحة، بفضل رجالنا الأفذاذ، رجال الأمن، الآن هذه المحافظات تنعم بالأمن والأمان. ولكن سؤالي، ما هي الصبغة الإعلامية اللي راح يهيئها إعلام وزارة الشباب والرياضة لغرض تدعيم موقفنا في سبيل رفع الحذر؟ نعم أستاذ محمد، حقيقة يعني إعلام وزارة الشباب والرياضة، وحقيقة بتعاون مشهود من قبل وسائل الإعلام العراقية ومن ضمنها قناتكم الموقرة وبرنامجكم الكريم، أخذ على عاتقه الترويج منذ البداية، ترويج لهذه الحملة وتثقيف الجماهير وحثها على أن تكون هنالك أمور يجب أن تتوفر في هذه الملاعب، التشجيع النظيف. ايضا هنالك تم طبع اكثر من بوسترات سوف تكون في محيط الملاعب، سوف يرفعها الجمهور في الطرقات، قطع ترحيبيه وتعريفيه وفيها مطالب الجمهور العراقي باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه من اجل اظهار المظلوميه للجماهير العراقيه. ايضا سيكون هنالك كراس مرافق للوفد الرجنه الحاضره، كراس مطبوع يبين المظاهر الحضارية والمعالم الاقتصادية والمعالم الرياضية في كافة المحافظات اللي راح يزورها اللجنة. أيضا هنالك تنسيق مع بعض وسائل الإعلام العربية، الصحافة العربية، من أجل دعم المطلب العراقي. وحقيقة يعني نشرت تقارير ونشرت مقالات تدعم هذا المطلب من قبل صحفيين عرب، وحقيقة وحتى على المستوى العالمي هناك صحفيين أجانب زاروا المدن الرياضية في البصرة وكربلاء وأيضا ساهموا في الترويج للحملة. نعم باختصار أستاذ علي، نصل إلى نهاية هذا اللقاء، ولا سعني إلى أن أتمنى الموفقية والنجاح لكل جهود الخير التي تسعى لدعم ملفنا برفع الحذر، وهو دعم ومطلب شرعي. هل تم التنسيق بين إعلام وزارة الشباب والرياضة العراقية ومجالس المحافظات التي ستخضع إلى لجان التفتيش؟ لأنه هذا الغرض، غرض التنسيق جدا مهم أستاذ علي. نعم، التنسيق على المستوى يعني على مستوى عالي، لدينا اتصال مع يعني السادة المحافظين وايضا مكاتبهم ومكاتبهم الإعلامية ومجالس المحافظات من اجل ان يكون العمل متكامل. تعرف انه هذه المحافظات هي المعنية بهذه القصة، ربما تكون ان الإشارات المركزية، ولكن التنفيذ سيكون على عاتق هذه المجالس وعلى عاتق المحافظات. والحقيقة وجدنا تعاون جدا كبير من قبلهم، وأيضا هم يساهمون في حملة الإعلام الطرقي وفي حملة التثقيف والتوعية وتنظيم الملاعب وإصدار المطبوعات الداعمة وباقي التفاصيل المهمة، مساهمة جادة وإيجابية، وإن شاء الله تكون المهمة ناجحة وتكون همتنا أكبر من مهمتنا، وإن شاء الله
بجهودكم ووجودكم. شكرا أستاذ علي العطواني مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة على تواجدك معنا في هذا الوقت، وإحنا بصراحة موادنا كثيرة، كنا نتمنى نبقى فترة أطول ولكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج. قبل أن أختم هذه الحلقة لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الجهود الخيرة في كردستان، إدارة نادي أربيل، مديرية شباب ورياضة أربيل، محافظ أربيل، كل الشخصيات، كل النجوم الرياضيين، الكابتن سيفين كانبي، الكابتن طارق عبد الرحمن، عدد كبير من الأسماء، وعذرا للي يعني ما يحضرني اسمه، السيد وكيل وزارة النفط اللي كان أحد الداعمين، هذا الرجل اللي بصراحة يدعم الرياضة النفطية، يدعم الرياضة العراقية، أيضا كان له دور إيجابي في تذليل العقبات اللي تواجه ملعب أربيل، إدارة أربيل، أكيد كل الجهود مخلصة لدعم هذه القضية، وإحنا راح نبقى داعمين لملف ملاعبنا في البصرة، في كربلاء، في كردستان، لأنه يجب أن ينال العراق وجمهور العراق حق الشرعي في رفع الحظر عن ملاعبه. أيضا شكر جزيل إلى جميع نجوم الكرة العراقية اللي تواصلوا معانا. يوم غد بإذن الله تعالى ستكون حلقة الشوط الثالث في البصرة لتدعيم وكشف آخر الأمور والاستعدادات لاحتضان المدينة الرياضية لملاعب أو مباريات منتخبنا ورفع الحظر عن الكرة العراقية. أحلى تحية من زملاء العاملين في القسم الرياضي في استوديو البث، من جميع زملائنا المراسلين في مكاتبنا بكل المحافظات العزيزة وأيضا مكتبنا في أربيل، ومن خلفهم المخرج دائما المبدع علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، إلى حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث يوم غد بإذن الله، أقول لكم في مالها.